مريم مرحبا بكم الناس الكل. اليوم فيديو جديد. اليوم باش نخدموا مع بعضنا الليبانيز التونسي، الليبانيز المشهور برشا في سوسة وفي تونس اللي هو ليبانيز عمك سالم. اما بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش، هذه ليبانيز هذه معناتها تحليه تونسيه ياسر بنينه، تتخدم بالبسكوي وبالفاكهه. تبعوني في الوصفه، تعدوا ديريكت المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي لهنا، هنا عندي السكر باش نطيب. اول حاجه هو العسل اللي هو الشحور. عندي لهنا 200 غرام سكر، 150 غرام ماء. وعندي لهنا باش نعمل معاهم هذوما كما ورد، وبعد باش نحط فيهم زيد راني مغرفه نتاع عسل. لهنا ديريكت باش ناخذ الكاسرول نتاعي باش نحط السكر والماء ونخلي العسل يتيكي عقله حتى لين نحضر بقيت البسكويت نتاعي. لهنا عندي 300 غرام فارينة، 130 غرام زبدة، 50 غرام سكر بودر سكر محور. هذوما اللي باش نستعمل بيهم البات، وباش نستعمل معاها كعبة بيض. هذوما المقادير نتاع البات، ساشي فاني. والخميرة هذه مش نستعمل شطر الساشي بركة في لهنا في البات. بالنسبة للبات الثانية اللي هي الطبقة اللي مش تكون فوق البات سابلي، من بعد نعطيكم المقادير نتاعها. خلينا نتعديو ديريكت توا لهنا نخدمو البات سابلي. البات سابلي لهنا باش ناخذ البول نتاعنا باش نرمي فيها السكر الفانيليا والسكر المحور. هنا انا راني منقصة في كمية السكر، او فما شكون يخدمو ب 100 غرام وباكثر. 50 غرام راهم كافيين على خاطر ديجا فيها العسل، تولي لنا ياسر حلوة. الزبده لهنا ماذا بينا تكون بحراره الغرفه. لهنا توا باش نرمي معاهم كعبه البيض. هذوما باش نحلوهم في بعضهم بالباهي. توا لهنا كيما شفتوا حليتها هكا بالباهي. توا باش ناخذ الفارينه مش نغربلها توا الكل هنا. باش نغربلها الكل الفرينه، باش نصب هذيا بالنسبه للخميره، باش نصب الشطر نتاع البكو مش باش نصبو كامل. الشطر الاخر حشنا بيه مش نصبوه، مش نخدمو بيه في البسكويت. هكا كيكا بالعينين ياخذوا الشطر نتاعو بركه. توا باش نكمل نغربلها الفرينه الكل ومن بعد نخلطها مع بعضها. لهنا البات نتاعي حضرت كيما شفتوها من غير ما نعجنوها، راهو خلطوا الخليط كله في بعضه، ماذا بينا ما نعجنهاش، جيست تدخل في بعضها هكا. توا باش نخليها على جنب. عندي لهنا العسل قريب يطيب، عندي لهنا هذيا كيما قلت الملح والورد باش نصبو فيه، باش نرمي فيه مغرف عسل. هنا حضرت البلاطو نتاعي اللي باش نطيب فيه الفطور. باش ناخذ باتا سابلي، باش نحلها لهنا في البلاتو كامل. هوني توا كيما شفتوا حليتها في البلاتو كامل، ما نحبوهاش الطبقه ليه خشينه ولا هي معناتها ضعيفه شويه. توا لهنا باش ناخذ فرشيطه وباش نقبها كامله هكا. نكمل نقبها كامله توا بالطريقه هذيا.
توا بعد ما نقبتها كيما هكا بالشكل هذا، توا باش ندخلها للفور 10 مينيت 10 دقائق على 180 درجه باش نحل عليها الفور من الفوق واللوطا. نتعديو نحضروا البسكوي. توا باش نحضروا البسكوي، عندي كيف ما قلت لهنا 300، عندي استغفر الله، عندي لهنا هذوما 200 غرام بسكوي، بسكوي سيده ولا اي بسكوي تحبوا، هذوما لهنا ريحتهم. باش نخدم معاهم ساشي فاني، اشتري الساشي نتاع الخميره اللي فضلناه من فتا سبلي، باش نكمل نحطو لهنا. كابتين بيض، عندي هوني لهنا عطر شيا مش برشا، لهنا كل واحد اللي عنده يحط العطر شيا، ما الورد ما الزهر، النكهه اللي تحبوها تحطوها. لهنا باش نخلط المكونات هذوما في بعضهم هكا بالسياسه. هوني عندي 100 غرام من لوز وعندي 100 غرام بفريوا، لهنا راهو نجمو نحطو لوز الكل، نجمو نحطو بفريوا، نجمو نحطو بفريوا فصدق اللي تحبوا تحطوه. انا لهنا عملت 100 غرام فصدق و100 غرام لوز، كما قلت الفاكهه اللي عندكم تنجموا تحطوها، تنجموا تحطوا حتى كاكاويه في نفس الوقت، راهو اللي ما عندوش فيكيا تنجم يخدمها كلها بسكوي، معناتها ماهيش قضيه، كل واحد شنو هو اللي عنده يحط الفاكهه اللي متوفره عندك تخدم بها. انا تو لهنا ما خلطتش راني اللوز والفستق لهنا على خاطر مش نقسمها، هي البات مش نقسموا البسكوي على اثنين. لهنا كما شفتوا لهنا مازال ناقص شويه، لهنا باش ناخو الشحوره نتاعنا حضر العسل، باش نصب منها طرف لهنا شويه مش برشا، جيست باش نحل بها البات. توا هوني مش نقسمها، توا باش نخلط اللوز هنا راني تسمى راني نقص البسكوي برشا خاطر عندي 200 غرام، راهو تنجموا نتوما اللي يحب بسكوي اكثر من الفاكهه لهنا راهو ينجم يعمل، اذا كان مش تقسموها معناتها كيما هكا على اثنين، زيدوا البسكوي ما تعملوش معناتها كان شي 200 غرام، عملوا 300 عملوا 400 غرام البسكوي، اذا كان في حاله ما تحبوا البسكوي اكثر. معناتها انا لهنا راني الفاكهه نتاعي اكثر من البسكوي، ما نحبهاش كلها بسكوي، دونك لهنا هذيك علاش الفيكي راهي عندي كيما تشوفوا فيها اكثر من البسكوي برشا. توا هوني تحصلت على التكستير اللي حشتي فيها، هذي توا باش نخليها هكا على جنب وباش ناخذ نحضر كيف كيف الفستق.
لهنا كيف كيف الفستق اللي احنا يكفي. الباد نتاعي هذه هكا حاضره. هوني توا باش نحضر اللي باش نسقي به الباد نتاعي اللي هو المعجون. انا بالنسبه لي انا لهنا باش نخدمها بالفرنبواز. كل واحد كيما اللي هو نورمالمون يخدمها بالمعجون المشمش، كل واحد المعجون المتوفر عنده يخدم به. انا ما نحبش المشمش دونك لهنا يا فريز يا فرامبواز، دونك قررت باش نخدمها بالفرامبواز. لهنا خديت هذوما المغرفتين باش نصب معها مغرفتين عسل. هذه اللي باش نسقي بيه الباك دوبل باش نخرجها من الفرن سخونه الباك اسابلي. نحلو بيه توا لهنا حاضره باش نخرجها من الفرن. لهنا توا خرجتها من الفرن كما شفتوها، حليت عليها الفرن راهو من فوق اللوطا، رميتها 10 مينيت. لهنا باش ناخذ المعجون وباش نسقيها كامله. توا باش نخو الباد باش نسويها لهنا بسيسة. توا هوني كيما شفتو استويتها، قسمتها البيستاش وحدها واللوز وحدها. دونك انا ما جاتني مش قد قد مش مستوي مش مستويه، خاطر اللوز بطبيعه يعطي كونتيتي اكثر من الفستق. هوني توا باش نرجع ندخلها للفور، بطبيعته هو سخون خاطر كنا طايفين في الباتا سابلي على 180 درجه نورمالمون 20 مينيت، اما احنا نتبعوها راهو حتى اللي نشوفوها حتى شويه وحمرت كلها من الفوق واللوطا. هوني توا خرجتها من الفور باش ناخذ كردون كيما هكا وباش نقبها كامله. شوفوا فيها كيفاش تنفخت لهنا. توا باش ناخذ العسل وهي سخونه باش نصب عليها العسل. ما خافوش من العسل راهي تشرب بالباهي. جا شفتوا كمية العسل اللي استعملتها الكل. هوني توا خليها تشرب شوية العسل كي حكينا. توا باش ناخذ اللوز
تو باش نخليها ترتاح طرف قبل ما نقصها، وبعد نقصها نشوفها كيفاش طلعت. لهنا لي باني تاعنا حضر كيما تشوفوا فيه، لهنا ياسر رجع شوشو ياسر بنين على الاخر، واللي ذا هو يحب معناتها يحب حلو برشا ينجم يزيد في كونتيتي نتاع العسل. بالنسبه لي انا نحبو هكا نقص عسل خاطر ياسر حلو. ان شاء الله كان عجبتكم الوصفه تبارتاجيوها وما تنساوش تعملوا لي لايك. وبالنسبه للتطيب وقت نتاع خلوه للفور ما نرميوهش على النار قويه خاطر راه في ساعه يطيب، معناتها جيست نتبعوه بسياسه ماذا بينا ما نغفلوش عليه باش ما يتحرقش معانا، باش يجينا الكل كيما هكا كله فرد لون وما يتحرقش. وان شاء الله كان عجبتكم الوصفه ما تنسيوش تبارتاجيو الفيديو وتعملوا لي لايك وابوني للقناه، وان شاء الله في فيديو اخر. باي باي، بسلامه.